السلام عليكم وأهلا بكم إلى زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن ضحايا ألغام ميليشيات الحوثي وتبعات استمرار زراعتها في مناطق المواجهات والمناطق الآهلة بالسكان. أصيبت طفلة بانفجار لغم أرضي زرعته ميليشيا الحوثي في قرية المعصر جنوب منطقة دمت في الضالع، وقد تسبب الانفجار ببتر ساق الطفلة وإصابتها بجروح بليغة ومتفرقة في جسدها. في محافظة حجة استشهد مدني وأصيب 6 آخرون من أسرة واحدة إثر انفجار لغم أرضي زرعته الميليشيا على الطريق. هذه الوقائع تأتي بعد حوادث وضحايا كثر سقطوا بفعل ألغام الحوثيين المزروعة في الطرقات والأحياء السكنية، في وقت لا تزال فيه المنظمات الدولية تحذر من بقاء أخطارها المهددة لحياة آلاف المواطنين في القرى والمدن التي تسيطر عليها الميليشيا. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: ما هي الآثار المترتبة على استمرار الميليشيا بزراعة الألغام، وماذا يمكن أن تقدمه المنظمات المحلية والدولية لإنقاذ الضحايا والضغط لإيقاف زراعة الألغام. قبل النقاش نتابع التقرير. إلى أين يذهبون إذن؟ يفرون من تفجير ميليشيا الحوثي لمنازلهم لتختطف ألغامها أرواحهم، فلم تعد هذه الأرض آمنة، من سكن فيها قتل ومن مشى فيها هلك. من باك هلك، من مشى في الأرض هلك، ما عاد يزم ولا واحد يخرج اليوم حتى فطر الطرق دارونا. المواطن عبد إبراهيم واحد من ضحايا الألغام استشهد إثر انفجار لغم أرضي زرعته ميليشيا الحوثي في الطريق الواصل بين مديرية حيران ومديرية عبس في محافظة حجة، وقد أدى انفجار اللغم إلى إصابة مدنيين بينهم والدة الشهيد وزوجته وشقيقه وثلاثة من أطفاله. انفجر فيها احنا في السيارة وكسرنا، أصبنا مننا اثنين مننا، واحد في مستشفى سامطة وأنا هنا رجلي اليسار كلها مكسرة. في البيضاء أيضا اختطفت ألغام الحوثي حياة الطفل أحمد العامري، حيث انفجر لغم أرضي أثناء رعيه للأغنام في مديرية ردمان. الفرق الهندسية التابعة للجيش الوطني قامت بنزع الكثير من الألغام في مناطق عدة بمحافظتي حجة والبيضاء، في ظل تأكيدات وزارة حقوق الإنسان بمقتل أكثر من 1500 مواطن وإصابة أكثر من 1400 آخرين نتيجة ألغام ميليشيا الحوثي التي تسببت لبعض المواطنين بإعاقات دائمة. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأرحب بضيوفي في هذه الحلقة. سيكون معنا من القاهرة وكيل وزارة حقوق الإنسان الأستاذ نبيل عبد الحفيظ، وسيكون معنا من مأرب مدير المركز الوطني للألغام العميد الركن أمين العقيلي. أرحب بضيوفي الكرام وأبدأ مع العميد الركن أمين العقيلي من مأرب. مساء الخير سيادة العميد. مساء النور، اهلا وسهلا فيكم. بداية سيادة العميد، الكثير يتحدث عن عشرات الضحايا ممن قتلوا بسبب الألغام التي زرعتها الميليشيا، إن كان لديكم إحصائية في المركز الوطني للألغام حدثنا عنها. مساء الخير، نمسي على مشاهديكم الكرام. بخصوص الألغام وضحايا الألغام، فهناك ضحايا كثير جدا من المدنيين، من النساء، من الأطفال، من الشيوخ. الإحصائيات التي لدينا ليست بالإحصائيات الدقيقة، نتيجة أنه لم يتم الوصول إلى كثير من المناطق من فريق البرنامج الوطني لنزع الألغام، لكن ما تم تسجيله خلال عام واحد هي أكثر من 900 ضحية من طفل وأمرأة وشيخ مسن وطلاب مدارس. نعم، هذه هؤلاء الضحايا سيادة العميد، أنتم في المركز، يعني ما الذي عملتموه من أجل عدم إصابة ضحايا جدد بسبب هذه الألغام؟ البرنامج الوطني يعمل في جميع المناطق التي توجد بها الألغام بكل الفرق والطاقات التي نمتلكها. طبعا المساحات كما هو معروف مساحات كبيرة زرعتها ميليشيا الحوثي، مساحات واسعة جدا زرعت الألغام في الطرقات، في قريب من المدارس وفي المدارس وفي المزارع وفي مداخل المدن وفي حتى في البيوت. هناك بيوت يعني فخخت في هذا، في تعز، في موزع، في المخافي، كثير من المدن، أيضا في شبوة، في مديرية عسيلة،
السجون بسمح يا اخي اخر الضحايا كان قبل 3 ايام يعني منها حوالي 5 اطفال وامراتان في الجوف. اليوم بلغوني عن اصابه طفل في مديريه نعم جدا من ناحيه الضحايا ما نعمله الان هو منتشره في مأرب في الجوف في عهده في تعز في الساحل الغربي. أشدانا في المملكة العربية السعودية دعمونا بمشروع جديد هو مشروع بسامة الذي ساعدنا كثيرا أيضا في إحصاء هذه الكارثة التي لم تفرق بين طفل وامرأة شيخا. فلدينا أيضا هنا الآن فرق الآن تعمل في الجوف في مأرب وفي البيضاء وفي سيلان. قبل كان لا توجد معنا إلا الفرق التي كانت تعمل في تعز وفي لحج وفي أجزاء بسيطة أيضا من أبين وفي عدن من قبل الفرق المدعومة من قبل المشروع الإنمائي للأمم المتحدة UNDP. الآن لدينا المشروع السعودي لنزع الألغام 32 فريق هي موجودة على الأرض تعمل يوميا. العمل لدينا في البرنامج الوطني هو 6 أيام خلال الأسبوع. نكون نحن الإدارة أو المؤسسة الوحيدة التي تعمل. نعم. ما هي أو ما هو عدد الألغام التي تم نزعها حتى الآن في المناطق التي يعني أصبحت محررة وتشرفون عليها أنتم في المركز؟ ما الأعداد التي تم نزعها في المناطق المحررة هي أعداد كثيرة جدا من الألغام من مخلفات الحروب القذائف الصواريخ التي تم فجرها هي أعداد كبيرة جدا. هناك أيضا فرق أيضا تابعة للجيش الوطني في دائرة الهندسة أيضا تقوم بعمل نزع. البرنامج الوطني يعمل منذ نهاية 2015 و2016 و17 وإلى حد اللحظة هذه المشروع الجديد الأعداد التي وصلت ما تم نزعه من قبل الجهات مختلفة فيها البرنامج الوطني بمشروعها المدعوم من قبل اليون المشروع السعودي للألغام لغم ومقذوف لم ينفجر. نعم. طيب عميد أمين تكرم بالبقاء معنا ونشرك معنا في الحديث وكيل وزارة حقوق الإنسان الأستاذ نبيل عبد الحفيظ. مساء الخير أستاذ نبيل. مساء النور وتحية لك ولجميع السادة المشاهدين. أهلا بك أستاذ نبيل. كما تتابعون أنتم ربما مشرفين بصورة مباشرة يسقط العشرات يوميا بسبب ألغام التي تزرعها ميليشيات الحوثي الانقلابية في أي منطقة تصل إليها. أنتم في الحكومة ما هو الدور الذي قمتم به لتوضيح جرائم الميليشيا للرأي العالمي بسبب الألغام التي يزرعونها ويتفننون في تشكيلها ربما على شكل ألعاب على شكل يعني أحجار على شكل أشياء وأجسام يعني حتى يتم تضليلها ويتم الوقوع فيها وحدثت هناك يعني عشرات من الضحايا بسبب هذه الألغام؟ نحن نعمل في أكثر من اتجاه. أولا على المستوى المحلي نعمل على تواصل دائم مع دائرة الأشغال العسكرية التي تقوم بجهد كبير في هذا المجال بالإضافة إلى البرنامج الوطني لنزع الألغام والمشروع الكبير الذي هم الآن بصدده أو في أثنائه مع المدعوم من المملكة العربية السعودية بمبلغ وقدره 40 مليون دولار. أيضا هناك العمل لقاءاتنا الدائمة مع UNDP بإطار وضع ما يسمى باللوحات الإرشادية في المناطق التي تتواجد فيها الألغام. كل ذلك نقوم به من خلال لقاءات مستمرة مع الأطراف ذات الاختصاص والاهتمام بهذا الجانب. إنما على المستوى الدولي لنا لقاءاتنا في الأمم المتحدة ونحن الآن في جنيف موجودين وعندنا معارض صور لضحايا الألغام وضحايا الانتهاكات. من ضمن هذه الصور الكثيرة التي تقدمها وزارة حقوق الإنسان سواء من خلال المعارض الخاصة بها أو المعارض المشتركة مع منظمات إقليمية ودولية هناك كثير من الصور التي تحوي أشكال الألغام التي يزرعها الحوثيون والمتمثلة كما أشرت بألعاب للأطفال أو بأحجار أو أيضا المناطق التي يتم زراعة الألغام فيها سواء كان داخل البيوت أو في الحقول الزراعية أو غيرها.
بالإضافة إلى تقاريرنا المستمرة لأعداد الذين قتلوا أو أصيبوا جراء الألغام، والذين يقدرون حاليا ب3000 ما بين قتيل ومصاب بسبب هذه الألغام التي تستهدف المدنيين بشكل خاص. نعم، النسبة التي يشكلها الأطفال والمدنيين من هذه الضحايا ما هي أستاذ نبيل؟ هذه النسبة 3000 كلها مدنيون. طبعا النساء والأطفال يمثلون قرابة أكثر من النصف في هذا الرقم، ولأن هذا الرقم هو مخصص فقط ما بين رجال ونساء وأطفال في المدنيين فقط، لا يخص أي عسكريين فيه، وبالتالي فالنساء والأطفال فيه يمثلون تقريبا بحدود 50 إلى 60%. نعم، طيب أعود إلى مأرب مع العميد الركن أمين العقيلي. سيادة العميد، أمام كل الجهود التي تقومون بها أنتم في المركز وبشكل كبير من أجل نزع الألغام، لكن لا زال نزيف الضحايا مستمر، ما هي الأسباب برأيك؟ عدم التوعية الكاملة، عدم يعني عمل حصر للمناطق التي لا زالت فيها ألغام، أم ما هي الأسباب؟ الأسباب يعني أهم الأسباب هو أن الحوثيين في هذه اللحظة وأثناء هذا اللقاء الذي نجريه معكم لا زالوا يزرعون الألغام في كل مكان يصلون إليه أو تصله أيديهم. الشيء الثاني أن المساحات التي زرعت بالألغام قلنا سابقا بأن مساحات واسعة جدا وشاسعة جدا. العمل عندنا أثناء عملية التطهير هو عمل دقيق وليس يعني عمل عشوائي، عمل منظم وفق خطط عمل وفق يعني فحص وتدقيق لجميع المناطق التي يتم نزع الألغام منها. من ناحية المخاطر هناك جهد مشكور من قبل وسائل الإعلام الرسمية في قناة اليمن الفضائية وفي الإذاعة وفي التلفزيونات الرسمية وبعض القنوات، مشكورين يعني يهتمون بهذا الجانب وساعدونا في كثير من ناحية توعية المواطنون بعدم الاقتراب المناطق الملغومة، الابتعاد عن المناطق الملغومة، إبلاغ الجهات الرسمية، إبلاغ الفرق المهندسين المنتشرة في البرنامج الوطني ولمشروع مسام عن الأجسام الغريبة والألغام. هناك جهود، هناك الحكومة مهتمة بهذا الجانب، فخامة رئيس الجمهورية دائما يعني يحث جميعا على العمل بكل جهد واجتهاد لنزع الألغام لهدف تقليل الخسائر. كل يوم يتأخر النزع هو معناه زيادة في الضحايا، زيادة في الإصابات. نعم. بين المدنيين. نحن نعمل في البرنامج الوطني لنزع الألغام المدعوم من قبل UNDP ومن قبل المشروع السعودي في المناطق الآمنة، في المناطق البعيدة عن الصراع. نحن نعمل في كل مناطق اليمن ونهدف إن شاء الله إلى اجتثاث هذه الألغام. أيضا لا ننسى يعني دعم أشجاءنا في التحالف العربي لنا في نزع الألغام من جميع المناطق. نعم سيادة العميد، سؤال أخير فقط الآن. إذا تحدثنا عن معوقات وإشكاليات تواجهكم أنتم في المركز الوطني لنزع الألغام، ما هي؟ لا، هناك معوقات يعني قد يكون بعضها يعني أحيانا نتيجة الظروف التي تمر بها حكومة بلادنا، الظروف الاقتصادية، شحة الإمكانيات، عدم الإمكانيات المادية المتاحة بما فيها يعني الميزانية التي لم تقر لحد الآن، وأشياء إن شاء الله سيتم التغلب عليها. وأملنا كبير في فخامة رئيس الجمهورية ومعالي دولة رئيس الوزراء إن شاء الله. نعم، وإن شاء الله عما قريب ترون النتائج إن شاء الله تثلج الصدور وتبعد الأذى عن المواطنين وعن الأبرياء من جميع المناطق التي نصل إليها بإذن الله تعالى. العميد الركن أمين العقيلي، مدير المركز الوطني للألغام في محافظة مأرب، شكرا جزيلا لك. وعودة إلى القاهرة مع الأستاذ نبيل عبد الحفيظ، وكيل وزارة حقوق الإنسان. أستاذ نبيل الآن في جنيف، عفوا أستاذ نبيل، من خلال كل المؤتمرات التي تحضرونها وترفعون يعني الانتهاكات التي تقوم بها ميليشيات الحوثي ومن بينها ملف الألغام، إلى أي مدى يعني تلمسون تجاوب كبير من قبل الأمم المتحدة
ضد الانتهاكات بالألغام من قبل ميليشيات الحوثي ومحاولة فرض عليها عقوبات أو إيقاف هذه الجرائم التي لا زالت الميليشيا حتى اليوم وحتى اللحظة كما يقول العميد العقيلي يزرعونها في كل مكان يصلون إليه. هناك اتفاقية دولية تحرم زراعة الألغام الفردية، وهذا الجانب يعني بأسلوب التوثيق عادة لغة الصورة هي الأبرز، ولذلك نتحرك بتقديم وثائقنا مع الصور الموثقة لهذه الجرائم البشعة التي تطال مدنيين ليس لهم أي ذنب وليس لهم أي دخل في هذا العمل العسكري، وبالتالي عندما تقدم صور الأطفال وصور النساء وصور الشيوخ وهم ما بين قتيل ومصاب بسبب هذه الألغام، بالتأكيد هذه تعطي رسالة قوية عن هذه الجرائم التي تقوم بها هذه الميليشيات، ولذلك لا يستطيع حتى من يحاولون التعاطف مع هذه الميليشيات أحيانا لا يستطيعون أن يتناولوا مثل هذه القضايا، لأنهم يعلمون أنها تمثل جرائم كبيرة جدا وجرائم لا تسقط بالتقادم، وبالتالي فهم سيتحملون مسؤوليتها الآن وصاعدا ولاحقا إن شاء الله، وستبقى هذه الجرائم جرائم موثقة مشهود بها، وبالتالي سيتحملون مسؤوليتها بشكل أو بآخر. نعم، في هذه الدورة وأنتم الآن في جنيف أستاذ نبيل، هل ملف الألغام ضمن الملفات التي أنتم حريصين على إيصالها و يعني إظهارها للرأي العالمي؟ بالتأكيد هناك ملفات دائمة بالنسبة لنا، على رأسها ملفات المعتقلين، ملفات التعذيب، ملفات الألغام، ملفات قضايا الطفولة بشكل عام. يعني هناك قضايا دائما هي عبارة عن أبواب ثابتة داخل التقرير الحقوقي الذي نقدمه، ونحن لدينا الآن التقرير الثالث لوزارة حقوق الإنسان الذي سيقدم في هذه الدورة 39 لمجلس حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تقرير الردود حول تقرير الخبراء المرسلين عبر المفوضية السامية. لدينا أعمال كبيرة ولدينا تنسيقات للقاءات كثيرة جدا في الأمم المتحدة سواء مع سفراء الدول أو مع المنظمات الدولية الموجودة في جنيف. نعم، كيف تقيمون أداء المنظمات المهتمة بتوثيق الانتهاكات وعلى وجه التحديد الألغام في اليمن؟ بالتأكيد هناك منظمات دولية تسعى إلى تجميع مثل هذا التوثيق والعمل عليه، وستجدون أن هذه القضايا أيضا ستذكر حتى خلال السنوات القادمة، لن تنسى، وحتى في حالة انتهاء الحرب ستجدون أن هذه الملفات ما زالت مفتوحة وهناك من يطالب بالمحاسبة والمساءلة عليها، لأن المنظمات الدولية التي تعمل على قضايا معينة تظل تعمل على هذه القضايا ولو لعشرة سنوات قادمة. أشكرك جزيل الشكر وكيل وزارة حقوق الإنسان الأستاذ نبيل عبد الحفيظ، كنت معنا من جنيف، وبهذا القدر نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من زوايا الحدث. حتى الملتقى بحلقات جديدة، تقبلوا تحية معد هذه الحلقة الزميل عبد الرقيب الأبارة، كما هي لكم مني بشير الحارثي. حتى الملتقى، السلام عليكم ورحمة الله.